كي يشرح لك مزيان اللي هو داك الدور ديال اختي يشرح لك مزيان باش انت تعرف شنو دير في حياتك من القدام، حيت لما وراكش داك الموجي ما تعرفش شنو غدير. واش كيبان لك انك توجهتي مزيان ولا ما توجهتيش في المسار ديالك؟ لا، بالنسبه لي انا توجهت في المسار ديالي. يعني المعلومات اللي عطاوك الموجهين كانت كافيه باش تتحدي المسار؟ كافيه بالنسبه لي باش نمشي في المسار اللي بغيت انا. التوجيه هو ملتقى كيجمعوا فيه الاساتذه والتلاميذ باش يوعوهم باهميه المسالك والشعوبات التي يمكن توصيلها للتلميذ وتحسيسه باهميه هذا الموضوع وفائدته في المستقبل لدى التلميذ. واش عمرك حضرتي شي ملتقى او منتدى ديال التوجيه؟ بطبيعه الحال حضرت عده ملتقيات اللي كيكونوا داخل المؤسسه وخارج المؤسسه واللي كتنظم مع وزاره التربيه والتعليم. كانت استفدتي منهم؟ استفدت منهم بزاف، حيت ساعدوا التلميذ على يشوفوا الطاقه المستقبليه لي. واش كيبان لك انت توجهتي في المسار ديالك صحيح ولا لا؟ مزيان، حيت كاين شي منتديات وبرامج كيوعيو الانسان والتلميذ باهميه هذا الموضوع وكيفتحوا ليه المجال باش يعرف الافاق ديالو والقدرات ديالو والمؤهلات ديالو. بالتوجيه عامه في المغرب فهو شائك نظرا للتدخل، يعني لتدخل مجموعه من العوامل اللي هي عوامل نفسيه، عوامل اللي هي اساسا اقتصاديه او عوامل طبقيه الى اخره. فاذا كذلك ان بالنسبه ما يسمى بالطاقم او بالجسد البيداغوجي هناك مشكل اساس في طريقه او في الدلائل او في كتيبات التوجيه. ثم هناك واحد النوع من ما كاينش مواكبه لما انتجته او ما افرزته العلوم المعاصره الحديثه في التوجيه او في او طرق تكييفها في الوسط السوسيو الثقافي عندنا تحديدا في المغرب. التوجيه هو مسلك خاص اللي كيختاروا التلميذ، يا ما كيكون اداب او علمي او ايكونومي وكيتعدوا اختيارات. الاداب هو جدع كيختصوا فيه غير الادبيين اللي كيجمع بين العربيه والتربيه الاسلاميه ومختلف مواد اخرى. والعلوم يشمل كماده علوم حياه الارض وفيزياء ومواد اخرى. في اغلب الامر يعني انا كنت محظوظ انني كنت احضرت يعني مجموعه من الدورات في التنميه الذاتيه وانه كان اتردد فريكونت يعني الاصدقاء اللي هما مثقفين كذا اللي ساعدوا لانه يبينوا لي ما يسمى بالواقع او لا بقراءه صوريه للواقع، وبالتالي حاولت ما امكن انه ان اصغي بطريقه او باخرى الى مواهبي الى ذاتي حتى اسوق ما بين الواقع وبين مواهبي، فكان هو غالبا توجيه ذاتي. توجيه في النظر ديالي هو واحد المسار غنحدو حنا لحياتنا ما يدخلوش فيه والدينا ولا شي واحد اخر، حنا اللي غنحشارو، يعني شنو اللي غينفعنا من المستقبل، شنو الحاجه اللي غنرتاحوا فيها حنا، ماشي نبقاو نسمعوا الناس الاخرين هلا هادي ديرها لا ما ديرهاش، داكشي اللي غنرتاحوا فيه حنا ونشوفوا الحاجه اللي كيكونوا في لي دومين مزيانين بحال هكا. اللي هو كيكون هو الموجه، ولكن ما يمكنش يكون الطفل ما عندوش شي درايه على التوجيه. هو من صغره غيعرف شنو باغي يتوجه وغيشوف المواد اللي موفق فيهم اللي عنده معاهم بحال الاداب كان عنده مع العربيه بحال التربيه الاسلاميه اش كيجي فيها نقاط عاليه هو غيختار الاداب. طبعا كيف قلنا هذاك في الاول فهو كاين مشكل كتحمل مجموعته كتحمل عفوا المسؤوليه ديالو مجموعه من الجهات من ضمنها انا وياك الان يعني حتى باش نكونوا يعني مشاركين، الجهات ديال الناس المثقفين اللي هما ما كيلعبوش دور فاعل، الجهات ديال الجسد البيداغوجي، الجهات ديال الجسد اللي هو كذلك وزاري لم يفعل هاد 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 دي زاكسيون او حركات اللي هي غتواكب ما يسمى الان كمثال باش نقول غتواكب مثلا بحال الحركات، مثلا عندنا علوم ديال تطوير الذات بحال مثلا البرمجه العصبيه او ما يسمى باكسلير ليرنين او التعلم السريع الى اخره، هادو كلهم اشياء جديده خدامه بها الدول برا ما استطعوش يعني الجسد البيداغوجي عندنا عامه او الجسد الاداري التربوي عامه ان يقوم برصدها وبتطويعها وتكييفها والمساهمه بها في بناء ما يسمى توجيه
صحي ما كاينش غير التلاميذ هما اللي ما كيعطيوش فرصه للموجه فاش كيجي التلميذه اللي معنا قبيله قالت لك عطاها جوج دقائق لا موجي كيجي كيبقى يستهزئوا به كيبقاو يقولوا انا باغي نولي لعاب ديال كره القدم انا باغي نولي هذه انا ولا هذه نتوما اللي ما كتعطيوش فرصه للانفس ديالكم موجي جاي كيادي العمل ديالو نتوما كتبداو تستهزئوا به وتعيروا صافي اعتقد انه باش ما نعطيو نحاولوا نفعلوا الامر على مستوى علمي ف يعني من وجهه نظري ان الحل هو متعدد في الجهات اللي غتحاول دير بحوث او دراسات علميه يعني منحصر في الجهات السياسيه اللي عندها اراده اصلاحيه تقويميه منحصر في الجهات اللي عندها وعي بضروره يعني بضروره هذا التوجيه